السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة انت مش دارس لاهوت وناسوت، انت اصلا فاكر ان المسيحيين بيعبدوا انسان؟ هو انت فاكر ان المسيحي بيؤمن ان الله سبحانه وتعالى نفسه اتصلب؟ لا طبعا انت فاهم غلط. على فكرة مفيش مسيحي بيؤمن ان الله سبحانه وتعالى اتولد من مريم. المسيحيين بيقولوا ان المسيح كناسوت كجسد هو اللي اتولد من مريم، لكن المسيحيين مش بيقولوا ان ربنا بيتولد زي ما بتقولوا عندكم في القرآن. وعلى فكرة اللي اتصلب ده الناسوت مش اللاهوت، حاشا لله. دي تقريبا كل تعليقات المسيحيين على صفحاتنا طول اليوم، دايما بيتهمونا اننا مش فاهمين واننا لا نفرق بين الناسوت واللاهوت اللي هم بيزعموا وجوده، رغم ان المصطلحات دي ما كانش يعرفها اغلب المسيحيين اصلا لحد قرون متأخرة. كنا زمان لما بنناقش اي مسيحي ما كانش يعرف المصطلحات دي اصلا حتى في عصرنا الحالي. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا بنخلط ما بين الناسوت واللاهوت اللي بيؤمن به النصارى، ولا القساوسة والنصارى نفسهم هم اللي بيعملوا كده؟ ده اللي احنا هنشوفه في حلقة النهاردة. الفيديو ده اوعدك انك هتخرج تقول الحمد لله على نعمة الاسلام بسبب الكوارث او المصايب اللي انت هتسمعها بس في الفيديو ده النهاردة. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعم محتوى القناة ماديا ممكن من خلال البيتريون او الباي بال او علامة الانساب اسفل الفيديو. انا مش هطول عليكم في مقدمات مع ان انا طولت بالفعل، خلونا نبدأ على طول وبشكل مباشر. هل المسلم فقط اللي بيقول ان النصارى بيؤمنوا بولادة الله؟ هل المسلم بس هو اللي بيؤمن ان النصارى يقولون ان الله سبحانه وتعالى وحشاه مولود وانه تعالى والد، يعني في الله والد وفي الله مولود؟ هل كانت مريم حسب الاعتقاد المسيحي تحمل الله سبحانه وتعالى في بطنها؟ في الواقع كل اللي انا قلته ده بيؤمن به النصارى بالحرف الواحد، وده هتشوفوه النهاردة بعينيكم. واللي انتوا هتشوفوه النهاردة مش كلام المسلمين عن النصارى، ولكن كلام النصارى عن ايمانهم. تعالوا نبدأ كده بشكل بسيط خالص كلام الانبا غريغوريوس، اسقف البحث العلمي واسقف عام للدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي في الكنيسة الارثوذكسية القبطية، في كتاب لي اسمه العذراء مريم حياتها رموزها والقابها وفضائلها وتكريمها صفحة 110. فبيقول، ثم بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى او عن المسيح، ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لهما، بيتكلم عن المسيح وان هو خاضعا لهما اللي هما مريم ويوسف جوزها يوسف النجار. اجل انه شرف لا يعظمه شرف. اسمعوا بقى الجملة اللي انت هتستغرب ازاي انسان عاقل يقولها، انه شرف لا يعظمه شرف ان تستحق العذراء أن يخضع لها رب السماوات والأرض. كلام حرفيا صادم، مش لينا احنا، لا للمسيح اللي شايف اننا لما بنقول عليكم كده بيجي يعترض. بيقولوا بشكل واضح احنا بنعبد إله خضع لمريم، والإله ده خالق السماوات والأرض، إله وحاشاه بيعمل بتبيع على نفسه، إله صغير أمه كانت بتربيه وبتعلمه الصح من الغلط. عرفت دلوقتي ان كلامنا في الواقع هو كلامكم انتوا واحنا ناقلينه، انتوا اللي بتقولوا بنفسكم كده. تعالوا ايضا نشوف تاني اللي قاله الانبا غريغوريوس، وهو نفس الكلام وتقريبا نفس السلسلة. عشان لو ما لقيتش الكتاب ده هتلاقي الكتاب ده، الكتاب ده من سلسلة موسوعة الانبا غريغوريوس العذراء مريم صفحة 350. فبيقول، تصوروا ملك السماوات والارض جالس، شوفوا ركزوا بس معلش، الرجل اللي احنا بنقرأ له ده بيقول تصوروا، نتصور ايه يا فندم؟ ملك السماوات والارض، خالق السماوات والأرض، ماله يا فندم؟ جالس على ركبتي العذراء، إنا لله وإنا إليه راجعون. خالق السماوات والأرض جالس على ركبتي العذراء. تأملوا بفكركم وجدانيا وعاطفيا أية كرامة نالتها العذراء مريم، إنها أخذت هذا الشرف وأخذت هذه الكرامة وأيضا الألام التي ذاقتها مع المسيح وتألمت معه ومن أجله. وبعدها بيقول، ثم يذكر الكتاب المقدس، عندما كان المسيح اللي هو الله يعني طفل سنه 12 سنة، يقول وكان خاضعا لها رب السماوات والأرض، ده الأنبا غريغوريوس اللي بيقول كده، جعل نفسه خاضعا لمريم، أية كرامة لمريم. المسيح يقال عنه
وكان خاضعا لها، وطبعا كان يلبي ندائها وكان يستجيب لطلباتها، اللي هو هات مية، روح ذاكر، نام بدري، اشرب اللبن، اغسل رجليك قبل النوم، وهكذا. كل ده، ولما نقول لهم ازاي تعبدوا طفل يضحك ضحكة اللي هو ساخر من كلامك ويقول لك هو احنا بنعبد طفل؟ احنا بنعبد الله الذي ظهر في الطفل وليس الطفل. لكن في الواقع ده مش كلام الكنيسة الأرثوذكسية ولا الإيمان بالطبيعة الواحدة اللي بتنادي بيه الكنيسة الأرثوذكسية واللي المفروض بيدللوا على إيمانهم بالكتاب المقدس اللي أنت بتؤمن بيه. ويبقى السؤال، إزاي المسيحي بيعبد طفل؟ الكلام اللي احنا قرأناه ده جزء من عقيدة النصارى، الله سبحانه وتعالى اتولد وخضع لمريم. تعالوا نقرأ حتى عند موته، على حسب إيمانهم بيعتقدوا إن اللي مات هو الله الخالق، الله وخالق الكل هو اللي مات وتعذب وتهان بحسب معتقدهم. والكلام ده صرح به الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية في كتاب المسيح مشتهى الأجيال صفحة 636، فبيقول لقد ارتبكت الخليقة واضطربت الأرض وكأنها قد اقشعرت من القساوة التي عومل بها الله الكلمة المتجسد، لا إله إلا الله. ولهذا فقد تزلزلت الأرض والجبال وتشققت الصخور لأن دقات المسامير أفزعتها. دقات المسامير دي اللي اتحطت في إيد يسوع الإله عندهم يعني. وغضبت الطبيعة، اسمعوا بقى الكارثة، مما فعله الخطاة بخالق الطبيعة ومبدعها. وغضبت الطبيعة، الطبيعة غضبت، زعلت. ليه زعلت؟ مما فعله الخطاة اللي هم صلبوا المسيح بخالق الطبيعة. طب ايه تاني؟ خلينا نكمل. وحينما تعرى الابن الوحيد من ثيابه اخفت الشمس اشعتها وكأنها تشعر بالخجل من تعرية خالقها. يعني الشمس اخفت ضوءها عن الارض ليه؟ اصل مكسوفة من لما عرى الخالق، خالق الشمس لما تعرى الشمس خجلت، ازاي تعري الخالق بتاعي كده؟ الذي ألبس المسكون جمالا وبهاء حتى زنابيق الحقل ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. لما كنا بنقول للنصارى زمان أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ كان يقف ويبصلك ويقولك هو أنت شايفني أن أنا بقول أن الله مات؟ أهو دلوقتي الأنبا بشوي وغيره بيقول أن الخالق تعرى، ان الخالق اتقتل، ايه محتاجينه تاني؟ تعالوا نسمع كلام الانبا رافائيل، وده اسقف عام الكنايس في وسط القاهرة، وهو بيقول، وانا بعتذر ان انا بكرر الكلام تاني لكن ناقل الكفر ليس بكافر. الانبا رافائيل بيقول الرب مات وشبع موت. ده احنا بنقول له بموتك يا رب نبشر، وبعدين نقول ما ماتش، لا ده مات، مات وشبع موت، لانه قعد ميت كم يوم، ثلاثة، ده شبع موت. بالله عليكم في كلام بعد كده بيصرحوا بموت الله، دول مين؟ دول اعمدة الكنيسة الارثوذكسية. فينفع بعد كده تقولي انا ما بقولش ان الله مات، او تقولي انا ما بقولش ان الله اتولد؟ هقولك انا ماليش دعوة بيك، انت مش فاهم عقيدتك، دي مشكلتك انت. تعالوا نشوف الفيديو والمرجع اللي جاي اللي هيكون صادم اكتر من اللي فات. تعالوا نقرأ اللي قاله القديس المسيحي المعروف المشهور اللي القديس يعتبر في كل الكنائس حتى البروتستانت، أفناسيوس الرسولي، أو على الأقل لو مش بيسموه قديس فهم بياخدوا بكلامه بيعتقدوا بصحة كلامه. هو من أهم القديسين في المسيحية، وهو واضع قانون الإيمان وواضع قائمة العهد الجديد. فبيقول في كتاب لي اسمه تجسد الكلمة صفحة 66 الآتي، وإذ لم يقتنع الإنسان بطبيعته فإنه كان يجب أن يتعلم معرفة الله من أعمال المسيح في الجسد، حيث اعترفت كل الطبيعة بلاهوته خصوصا عند موته. وبعد كده بيقول لأنه جعل حتى الخليقة نفسها تخرج عن صمتها، فالأمر العجيب أنه في موته أو بالحري في انتصاره على الموت وهو على الصليب اعترفت كل الخليقة بأن من ظهر وتألم في الجسد لم يكن مجرد إنسان بل ابن الله ومخلص الجميع. فالشمس توارت والأرض تزلزلت والجبال تشققت وارتعبت كل البشر،
جميع هذه الأمور أوضحت أن المسيح الذي على الصليب هو الله، اللي كان على الصليب هو الله، وأن الخليقة كلها خاضعة كعبد له، وأنها شهدت برعبها لحضور سيدها، وهكذا أظهر الله الكلمة نفسه للبشر بأعماله. كلام واضح، اللي مات على الصليب في اعتقادهم هو الله نفسه، ودايما كانوا بيقولوا كده حتى في المراجع المسيحية، أهو مرجع قدامنا. فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب، الله مات على الصليب. أنا ماليش دعوة لو قلت لي أصل اللاهوت مش بيموت لكن الناسوت هو اللي بيموت، ماليش دعوة أنا بالكلام ده. لو اللاهوت ما ماتش الخطية مش هتغفر، لو الجسد مات الخطية مش هتغفر. فأنت حل الأزمة دي. ولما المذيعة سألت الأنبا رفائيل عن كلام القديس أثناسيوس عشان يشرحه، تعال نشوف هو الراجل قال إيه. ودي يعود الآباء يتأملوا فيها، إن الشمس انحجبت لأنها لم تستطع أن ترى خالقها معذبا ومائتا ومهانا. الأرض تزلزلت زلزال كبير، حتى التاريخ سجله مش بس الكتاب المقدس، إن كان في زلزال زلزل الأرض كلها. حرفيا كلام كارثي، إن هو يزعم إن الشمس توارت عشان الخالق تعذب أو تعذب. الخالق صلب، الخالق مهان، الخالق ميت. صدق ابن القيم رحمه الله لما قال تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أنا طبعا في مراجع كتيرة وفيديوهات كتيرة عن موت الإله نفسه في المعتقد المسيحي، لكن أنا مش عايز الحلقة تطول، يعني أعتقد اللي أنا عرضته يكفي وزيادة إن شاء الله، وحابب أن الحلقة تبقى بسيطة صغيرة. ورسالتي لكل نصراني، حكم عقلك، أنت اللي هتحاسب أمام الله وحدك، لا هيكون معك أبوك في الكنيسة ولا يكون معك أي مخلوق تاني. انا خلصت تعليقي، لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعم محتوى القناه ماديا ممكن من خلال البيتريون او الباي بال او علامه الانتساب اسفل الفيديو. لا تنسوني واهلي من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.